أتت أماندا إلى السوق؟ أتمنى أن تكون حمقاء وتذهب إلى أورال. سيقتلها فوراً. المهم أن تلتقي به ويصل هذا لأرطغرل، وبعدها ليقتلها إن شاء. باتوهان، احرس الباب أنت ورجالك، لا أريد أن يدخل أحد. حسنا، سأذهب في الغد. البضاعة كلها ستحضر. أورال، طعامك الأخير يا سيمون. هيا اشرب ولكن لا تمت. بالفعل أنت رجل عاطفي أورال. ترى هل قال لك أحد هذا من قبل؟ هل ظننت بتسليمك لأماندا أنك ستوقعني في حرب مع أرطغرل؟ أنت أحمق. كيف أوقعك بحرب مع أرطغرل إن سلمت أماندا له؟ ها؟ أنا لم أفهم أورال. يكفي، اصمت. بالإذن. حضرة السيد أبو نقاش. آسف لأنني قاطعتكم عن قتل بعضكم. اخرجوا. الأمر ماريا، تعال معي. بينما تقطعون رؤوس بعضكم البعض، السلطان علاء الدين يريد أن يعطي أغنى أراضي هذه المنطقة لأرطغرل وقبيلته. لكني أعلم أن كرجسار وقلعتها بيد البيزنطيين. سلطاننا ليس مدركاً للخطأ الذي يرتكب. من هو أرطغرل يا سمو الأمير؟ حسناً،
نحن مقتنعون بكلامك هذا، ولكن هل سيفتح مع الرعاة هؤلاء كرجيسار؟ أرطغرل لا يعتبر سوى حجر صغير بين صخور كرجيسار. الحجر الصغير يشج رأسا كبيرا جدا. وأنت بدل أن تنشغل بالأشياء التافهة لترضي فقط هذا الغرور الأحمق، انشغل بأن تكون سيد قبيلتك. سيأتي الوقت لهذا يا حضرة الأمير، سوف أكون سيد قبيلتي عما قريب. بعد تصرفاتك سيأتي أجلك عما قريب. أريد أنا والسلاجقة الأقوياء كسادة. أنت لا تستطيع أن تحكم قبيلتك، فكيف لك أن تحكم كل هذه الأراضي الواسعة؟ سيمون، افعل ما أقوله حرفياً ودون اعتراض، وإلا سيأتي أرطغرل ويحرق الخان ويهدمه فوقك، وأنت لن تستطيع فعل شيء. اطمئن يا حضرة الأمير، اليوم وقعت أمر موت أرطغرل.